لو ادمنت هذا الموضوع اعلم انك فاشل في حياتك الزوجية، فاشل طوال حياتك. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. احبتي في الله انما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حقيقة موضوع اليوم موضوع يعني بالنسبة لي انا شخصيا مزعج معذرة يعني، و يعني ما كنت اتمنى ان اتحدث فيه لولا ان كثيرا من الاباء والامهات الذين يتواصلون معنا، وكذلك الزوجات الصالحات التي لا نزكيهن، لا نزكيهن على الله سبحانه وتعالى، طلبوا ان اتحدث في هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني صدمني عندما اطلعت على الابحاث او البحوث الخاصه به، وقضيه الاستبيانات والاحصائيات، فاريد ان اصدمكم معي كما صدمت انا عندما اطلعت على هذه الاحصائيات التي كتبتها امامي. كلمه اباحيه، والعياذ بالله، يعني سامحونا والله، ولا انا اتاذى. انا اذكر في سنه 91 او تقريبا كنت اسجل للتلفزيون المصري برنامج انبياء الله، وجاء ذكر من ضمن القصص جاء ذكر قوم لوط، سيدنا لوط النبي من الانبياء. يعني سبحان الله، حتى ما لا يستطيع انسان ان يسمي ابنه باسم هذا النبي عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، لكن ما ذنبه؟ المهم يعني، فحقيقه كنت متحرجا تحرجا بالغا في ان اتكلم عن قصه لوط، احنا موجوده في كتاب الله، يعني في شيء. المهم، كلمه اباحيه ظهرت اول مره في قاموس اوكسفورد سنه 1857، مبكرا يعني. شو احنا السنه دي 2020، يعني 1857 تحسب انت 43 سنه تدخل على 1900 وبعدين 100، سبحان الله العظيم، و20، ده احنا داخلين كده على تقريبا 200 سنه يمكن، سبحان الله، او يعني 180 سنه، يعني قديمه. اول فيلم اباحي انتج وكان مدته 17 ثانيه وانشاته شركه توماس اديسون، كان مدته 17 ثانيه، كان سنه 1840، يعني الفوضى مبكره، سبحان الله. كانت فتره السبعينات هي الفترة الذهبية، لأن خرجت من الخفاء للعلن، يعني بدأ يعرضوها في السينمات، وأول فيلم بهذا الشكل عملوه سنة 1972. يا الله، يوم أنا سبحان الله ما ارتقيت المنبر، يعني أنا ارتقيت المنبر في يونيو 1972، لكن ما كنت أدري أن أول مرة بالأمس أو أول أمس أعرف أن أول فيلم إباحي والعياذ بالله عرض في السينما كلف الشركه اللي عملته 47,000 دولار، 47,000 دولار. تخيل عمل ربح ايه؟ 30 مليون دولار. يا حلاوه، 30 مليون. انت مصدوم زي الصدمه، يعني انا لا اراها لكن متخيلها، يعني 30، واحد يدفع 47,000 ياخد 30 مليون. بالله عليك، ها ده لو يعني سبحان الله، يعني ربنا يعصمنا واياكم من الفتن، يعني اي واحد بمنطق الارباح ودراسات الجهاد يقول لك الله لا. والعجيب ان مركزهم فين؟ انت تقول الولايات المتحده الامريكيه على اساس انها هي يعني كما تعلم يعني، لا، مركزهم كندا. عجب، كندا. وبعدين اسمع المفاجاه اللي بعد، انا صعقت منها. لهم اتحاد للقائم، زي نقابه يعني للقائمين على هذه الامور، يعني اتحاد يدافع عن حقوقهم ضد الدول وضد حقوق الانسان
ولان يقول لك ازاي انت بتنتهك حرمات الناس وتستغل حاجة هاتيك النسوة الى او الناس الشباب دول اللي بيعملوا هذه الافلام الى المال، فده استغلال وده مخالف ل صحيح مش مخالف لقانون بتاع حقوق الانسان بتاع الامم المتحدة اللي هو البند اللي مش عارف كام اللي هو طلع في مايو 1948 الامم المتحدة طلعت يعني زي دستور كده لحماية حقوق الانسان، حقوق الطفل الكبير والصغير والمريض ودول ما مش المهم، ليهم اتحاد نقابي زي نقابة يعني للدفاع عن حقوقه. والله احنا كان نفسنا الدعاء كلنا اتحاد حتى مش عشان ندافع عن حقوقنا، لا يمسك بس ألسنة بعض المريدين اللي بيغتابونا كل يوم بس احنا مش عايزين اكتر من كده. يعني الاتحاد يعني احنا عايزين نقابة للدعاء، سبحان الله للدعاء، لكن يطلع ان فيه راء في نقابة للراء قبل التاء المربوطة. يا الله شو يا سيدي، وانت كمان يا ستي، انا اقول يا سيدي زي نتعودنا كده، واحنا شو يا سيدي لما انا احترم اللي قدامنا يعني ده انتم ناس محترمين، وسموا المرأة ايضا ست لانها تملك على الرجل جهاته الست، خير وبركة الله ما جعلها كذلك يعني. هيروح فين؟ اين تذهبون؟ المهم كل 30 ابني عمار يضحك يعني سبحان الله، وارجو ان تضحكوا كعمار ان شاء الله ما شاء الله. شو يا سيدي، كل 30 ثانية في شخص بيشاهد هذه الافلام، 30 ثانية، وانا نفسي كل 30 يوم واحد يشوفنا يتفرج يعني يشوف الناس بيقولوا ايه 30 ثانية. واحد دلوقتي هيبعت يقول له عيب يا شيخ ما تقارنش نفسك ازاي، احنا بنشوفك اهو سبحان الله، صحيح ما بنعملش اللي انت بتقول عليه بس بنشوفك. يا سلام، عارف زي بعض الفرق العربية كانت تروح تتغلب في المسابقات الدولية في الكورة وكده، يقول لك الصحافة تطلع يكفينا التمثيل المشرف، والله انتم ما شاء الله تمثيلكم مشرف، المهم احنا بنسعد بمشاهدتكم واتمنى ان تسعدوا بها وتعملوا ببعضها ان شاء الله. شو يا سيدي، كل ساعة في 2 مليون مشاهد لهذه المواقع، قلت يا لطيف 2 مليون مشاهد، الاعمار ايه؟ من 8 ل16 سنة، كل 10 اطفال من دول، كل 10 اطفال 9 يشاهدون، الاول حب وفضول وبعدين ندخل في سكة الايه الادمان. عدد البريد الالكتروني اللي بيتم ارساله سبحان الله كل يوم 2.5 مليون، 2.5 مليون يوميا ايميلات بريد الكتروني يخص هذا الموضوع. 8% من ايميلات العالم تحوزها مشاهدة هذه الإباحيات والعياذ بالله. 25% من إيميلات العالم، ربع إيميلات العالم المبحوث عنها على المواقع الإباحية. أنا مش والله حبيت يعني يبدو أن يعني أصابني والله دوار من أن البشرية إلى والله لا قلت الحمد لله اللي جت على الكورونا. يا الله كورونا بس، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا يعني سبحان الله يعني رب العباد يبعثه يوم القيامه كما قال اعمى. ليه؟ لانه كان اعمى في الدنيا لهذا ولله، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شوف ربع ايميلات العالم المبحوث عنها البحث فيها الماده المبحوث عنها يعني الاشياء الاباحيه دي. اصلع الصدمه اللي بعدها، 20% من الموظفين في العالم اثناء العمل بيبحثوا عن ده مش حد بيشتغل. يلا
طبعا انا لن احزنكم ان المنطقه العربيه دائما تحب التفوق، دائما متميزه، يعني المنطقه العربيه اللي هي منطقه الاسلام التي يقول الله لهم قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهم. يا الله، زي امه اقرا لا تقرا، امه الغض لا تغض. طبعا في اناس الغالبيه ان شاء الله محترمه وطيبه ان شاء الله. اسمع كمان صدمه زمان ما هي يعني اسمه فيلم يعني فيديو الصدمات او هو الشيخ ماله جايب لنا صدمات. ما كنتش اتمنى والله ان كل 39 دقيقة يتم انتاج مقطع جديد في امريكا. انتوا متخيلين ايه المكاسب؟ قال لك كل ثانية تكسب هذه المواقع والمشرفين عليها 3000 دولار كل ثانية. العداد شغال. لو بيتاجر فيه احنا العرب والله لو تجرنا في الاحزان ولا انت والله ما نعرف انت فين. المهم ما الدوافع لهذا الامر؟ حب الفضول، التنفيس عن الرغبات والنزوات والشهوات اللي عند الشباب، انهيار العلاقات الزوجيه، واحد بيتهرب من مسؤوليه والعياذ بالله. لكن يعني متى نقول ان فلان اصبح مدمنا لهذا الامر؟ لما لا يستطيع التوقف اصبح مدمنا. وبعدين لما يكون مدمن يعمل ايه؟ يكون اولا عدواني، يعني عنده عداء للاخرين، زوجته اولاده اي زملائه، عدائي، غاضب، مزعج للاخرين، يعيش حياه مزدوجه لانه امام الناس يذهب الى المسجد يصلي، يجلس مع ناس محترمين يتكلم، يروح للشيخ فلان وعلان يقول لك والله يا فضيلة الشيخ نحن انت قد اثرت علينا. ما واضح يا ابن التأثير، والله واضح ده احنا اثرنا تأثير ما فيش بعد كده، لان ده تأثير يا عم الله يرضى عليك. فبص عايش والله عايش مزدوج. الولد عمار ده اللي ضحكني انا، يعني سبحان الله بتكلم في موضوع والله خطير لكن للاسف يعيش يعني يعيش شخصيتين للاسف. شخصيه مضطره ان تكون سويه امام الموظفين والكبار والشيوخ والعلماء واخره، وشخصيه ثانيه سبحان الله. وبعدين في منهم اللي دائما شعر بعقده الذنب يشعر، وده هو امر مؤلم، وده كويس لو عقده الذنب وبعدين يطورها الى نفس لوامه، والله ده شرك كويس. وبعدين دائما متوتر، دائما عنده انحراف سلوكي. يعني كل من يعني يحفزه الفضول لمشاهدة هذا الأمر 9% منهم يتحول إلى مدمن، زي مدمن المخدرات، مدمن والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. طيب هذا العرض القاتم ماذا أقول أنا؟ أقول الآتي. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم من هذا الملمح الخطير، 13 عاما في دار الأرقم اللي هي الدعوة السرية في مكة ثم الجهرية، 13 سنة. ماذا يعني بما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يأمره، وإنما قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قوى جانب العقيدة اللي هي الله عالم الغيب والشهادة، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لو أن الناس أحبوا رب العباد وخافوه بالجناحين اللي قلنا عليهم قبل ذلك، ان قلب العبد نحو الله كالطائر الذي له رأس وجناحان. الرأس محبة الله لانه يحبنا، وجناحان جناح خوف وجناح رجاء، تنضبط الامور. نرقي في الولد مش جانب التخويف، مش لا تفعل كذا، مش بالامر صلي صلي، لا، مفيش دين بالاوامر. دين اوامر ونواهي نعم، لكن توصيله للاطفال لا يكون هكذا. خليه يحب الاول،
فاذا احب سبحان الله يعني في المثل العامي حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. فاذا احب صنع، فاذا احب الله مش محتاج لرقابتك ولا رقابة امه، لا، وانما هو يراقب رب العباد سبحانه وتعالى، نعطيه مساحة نعم ولكن تحت عين من الرقابة نغرس فيه هذه المحبة. كان شقيق البلخي يوصي ابن اختي حاتم الاصم، قل يا ولدي الله معي، الله ناظر الي، الله مستمع الي، ربنا بيسمعني ويراني ونقيا سبحان الله العظيم. فخلي دايما هذا الموضوع، فيقبر الولد على الرقابة. فاذا بالضبط بالضبط زي شوف الصائم في رمضان مش يكون مغلق عليه الغرفة وهو جائع او عطشان وسبحان الله ويعني يعني لا رقيب عليه ولا يرى احد، ورمضان لا تمتد يده الى الطعام الذي امامه ولا الى الماء الذي امامه ولا العصير. ليه؟ لانه يراقب الله لعلكم تتقون. هذا هو المكمن، هذا مكمن العبادة. لانني ساعتها انا اخاف الله رب العالمين سبحان الله، اخاف الله رب العالمين. فقضية ان هو يحب الدين، يحب الله عز وجل اولا، يحب الرسول الذي بلغنا بهذا، يشغل مش الأمة عندها زهق من روحها ومن حياتها ومن كيانها ومن زوجها ومن أهله، والله أعلم من أهلها كمان اللي كان السبب في هذه الورطة. فخلاص أقول قدام تجيب الولد 3 سنوات 4 سنوات هوب حطه قدام، كان زمان التلفزيون، دلوقتي الولد معاه الايباد سبحان الله أي مهم يعني الأدوات الحديثة دي، بس الولد طول وقته مقطب جبينه ولا يعرف ابتسامة، وبعدين أصبح كمان هو مدمن. طب بالله عليكم، لا أنا عامل رقابة للأم، يعني أنا عامل هي سايباه 3-4 ساعات مع الخادمة وإيه قاعدة مع صاحبتها في ال، أنا ذاهبة إلى المقرأة، والله المقرأة سنة، لكن رقبت الولد والرعاية والعناية به فرض. أحبتي يجب أن ننمي يعني فينا جميعا رقابة، يعني أن إيه أن تقوى الله، محبة الله، يعني الله عز وجل هذا الرب الرحمن الرحيم الذي بالله عليكم هل رأيتم كما قلت من قبل مرارا أن طفلا صغيرا وضع أصبعه في عيني ففقعها؟ ما حصلش، ما سمعنا. ليه؟ رعاية الله. هل وأنت نائم أمسكت أنفك بأصبعيك وضغطت عليهما ساعة كاملة؟ هي 5 دقائق بس أكون انتهيت، لكن ما حدث، ما حدث، لأن الله هو الحفيظ، هو الحافظ لك، وهو السميع العليم، وهو أرحم الراحمين. هل هذا رب يعصى؟ هل هذا رب يكاند ويعاد؟ أن الشياطين الإنس شوف عشان يربحوا شوف دمر كيف يدمروا العالم. هذا المنطق طبعا في إحصاءات كثيرة وموضوع كبير دخلت على، فالحقيقة ما تحملت. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. أقول لأبنائي من الأزواج، خلاص الأولاد إن شاء الله نكون عندهم يعني إيه قدوة ونحببهم في الدين. الأزواج، ولدي أو أنت أيها الشاب القادم على الزواج، لو أدمنت هذا الموضوع اعلم أنك فاشل في حياتك الزوجية، فاشل طوال حياتك. يعني أصل ممكن لو واحد مدمن تدخين ممكن يعني لو ربنا أعانه وكان عنده عزيمة خلاص يعني يبطل. مدمن خمر ممكن إن شاء الله ربنا يتوب عليه. واحد عديم الصلاة ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهديه سوى السبيل ويصلي. واحد عديم الزكاة سمع أن هذا مصيبة وحرام ربنا. لكن من أدمن هذا الأمر فشل في حياته الزوجية وبالتالي يفشل في حياته كلها قولا واحدا. يعني كلام واضح وكلام أب وكلام ناصح أمين لا يريد للأمة إلا خيرا. فهذا أمر خطير. ليه؟ رأيت الذي لا عن كله أنت قادر ولا عن بعضه أنت صابر. لن تقدر على الكل. فسبحان الله العظيم، يعني أنت تريد هذا الأمر في بيتك أنت؟ طبعا لا، هذا كلام غير منطقي، بدليل أن الولد لما يشاهد هذا الأمر والزوج للأسف لما يشاهد هذا الأمر جبان
يعني يختبئ ويختبئ حتى من زوجته. وبعدين واحد تاني يقول لك لا انا لا اختبئ انا اشاهد. انت غير الادب، انت وصلت الى سوء الادب يعني لا عندك لا غيرة ولا شهامة ولا مروءة. واتق الله رب العالمين. يعني اقول لك قصة هي ننهي بها بقى. سيدنا احمد بن حنبل راح يصلي العصر، راح يصلي العصر، فالريح في بغداد شديدة، الريح طيرت جلباب امرأة تسير امامه، طيرت ثوب امرأة تسير امامه، يعني كسرتها لأنها جر ومجرور. المهم فوقعت عين احمد كنظرة اولى على خلخالها. تعرفين خلخال اللي بتوضع في نهاية رجل المرأة يعني. المهم فغطى احمد وجهه بالعباء وقال يا احمد من كثرة ذنوبك ان تعيش الى عصر الفتن. والله يا احمد رحمك الله رحمة واسع يا امام اهل السنة، يا من وقفت ضد فرية خلق القرآن وثبت تاريخ الامة في عقيدتها، واحيا الله بك ما, 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 ما اراد به اربعة من الخلفاء ان يعني يظهروا فرية في 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 وخللا في في عقيدة المسلم وسلوكه. يعني حقيقة هذا زمن الفتن، يعني ده زمن الفتن. ده ابن عباس لما جاءه خاطب يخطب جاريته قال يا ابن عباس اريد جاريتك فلانة، قال يا بني انا لا ارضاها لك. لا لا انت يبدو شاب صالح وتصلي عندي معايا. ليه لماذا لماذا؟ قال لانها تطالع الرجال بيتفرج على التلفزيون. يعني ما كانش فيه تلفزيون ساعتها انا بس اوضح يعني. قال ما في ذلك من شيء. قالوا انا الان لا ارضاك انت لها، اما انت بالبعيد لا لا انت ديوث ولا ايه؟ انت مش بني ادم؟ مش رجل؟ فانا اقول ان الفطره عنتره العبسي جاهلي جاهلي يعني قبل الاسلام ماذا يقول عنتره في خلقه؟ قال واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أما الزيارات المختلطة اللي في البيوت والخروج المختلط مع يقول لك ده صاحبي، صاحبك يعني محرم لزوجتك؟ لا لا ده مش غريب، ده بعد ما انتهى أنا كان عندي شغل راح روحها بالسيارة شه هو اللي شه وانت البعيد ايه؟ يعني مفيش داعي ان انا اصدمك بلفظ يعني لا اله الا الله. فالكارثة كان زمان في السبعينات كنت وانا كان لسه شعري اسود كنت اقول بعض من اللي بيجوا يصلوا عندنا يمرر زوجته على الكوافير اللي هو حلاق النساء يعني ويطلع يسلم عليه ازيك يا استاذ فلان؟ ده الحلاق يعني بيرحب يعني والله والله خلي بالك الهانم ولا الست ولا المدام مش عارف ايه المدام دي المهم فرانكو فرنسي المهم يقول لك خلي بالك منها يعني اتوصى يتوصى يعمل ايه يعني؟ بالله عليك ده بني ادم تعطيه بنتك؟ يا اخوانا لابد ان نعود الى ثوابت الامور، غض البصر، كف الاذى. والرسول قد قال في نهايه الكلام ماذا قال؟ اياكم والجلوس في الطرق على الطرقات او في الطرقات اللي هي المقاهي دلوقتي يعني. قالوا ما لنا منها من بد يا رسول الله، احنا بندير اعمالنا وبنشوف شغلنا نشوف عمال مثلا او شيء. قال فاذا جلستم على الطريق فاعطوا الطريق حقه، الطريق له حق. وما حق الطريق؟ قال رد السلام، كف الاذى، غض البصر، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر. يا مؤمن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كان يغار على زوجته الجميلة فكان يعني يتمنى ان لا تذهب الى المسجد النبوي للصلاة، تخيل يتمنى، لكن الرسول يحث النساء على الصلاة في المسجد طالما تؤمن الفتنة. فعبد الرحمن بن عوف عند صلاة المغرب سار بجوارها ولمس ذراعها بكتفه او يعني كده يعني ضربة فنية بسيطة، فاستدارت المرأة وعادت الى بيتها ووجدها لا تذهب الى المسجد فسألها قال لها لما لا تذهبين الى صلاة الجماعة؟ قالت كنا نذهب ايام كان الناس ناسا، ايام كانوا محترمين
اما المصيبه ان حد لبست في الشارع يعني لا تعرف ان هذا زوجه عبد الرحمن بن عوف يعني تاجر من تجار الرحمن. فكنا يعني نصلي في المسجد ايما كان الناس ناسا انا ولا ناس فصلاه المراه في بيتها يا الله يا الله. وجاءت احداهما تمشي على استحياء. احيوا قيم الاسلام في المجتمع، احيوا قيم الدين في الاسر، احيوا حب الله ورسوله عند الاولاد. وانت ايها الزوج اتق الله حتى ينزل الخير عليك ويبارك لك في اهلك ومالك واولادك وبناتك. اللهم اعصم ابناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء، واعصم اسرنا وعشائرنا من شياطين الانس والجن، وتب علينا جميعا يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام بعد المشرقين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. يا رب ان اردت ببادك فتنة فاخبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وباب التوبة مفتوح، الذي يريد ان يتوب من هذا الامر عليه ان يعزم ويدعو الله، وان شاء الله رب العباد يتوب عليه وينتهي عن هذا الامر القبيح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.